وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. إذا نرحب بك في نشرة أخبار الثامنة. هل حدثتنا عن أهمية دور مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة؟ بطبيعة الحال المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي مكملا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين من عقود طويلة، وما يربط البلدين من دم ونسب ووحدة الموقف والمصير والجهود المتعاضدة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة التي تحقق الخير والنفع على الوطن والمواطنين في كلا البلدين. وهذا كله لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة قادة المملكتين حفظهم الله ورعاهما، من خلال وضع الثوابت والقواعد الرصينة التي تضمن تنامي هذه الحالة من التعاون والتكامل في العمل من أجل ازدهار ونماء المملكتين. وكما تعلمون فإن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الربع الثالث من العام 2023 900 مليون دولار، باعتبار المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، فنحن نتحدث عن العمل المشترك على المستوى الاقتصادي، وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية بأن يكون هناك تنسيق وانسجام بهدف يهدف إلى موائمة الجهود التي تبذلها البلدين بشكل أكبر على صعيد استمرارية النمو الاقتصادي والاستقطاب الاستثماري من خلال تطوير الأنظمة والمبادرات والتشريعات واتخاذ خطوات تنفيذية تعطي دفعة جديدة ليس فقط على مستوى دعم عجلة التطور الاقتصادي بين البلدين، بل حتى على مستوى وضع التدابير والاحترازات والمبادرات لمواجهة أي تحديات ومنحنيات اقتصادية وسياسية عالمية. نعم سعادتكم، نتحدث عن الجانب الاقتصادي، ما هي الجوانب التي سيتم التركيز عليها خلال الاجتماع، وأيضا ما هو المؤمل من الاجتماع؟ المجلس التنسيق السعودي البحريني يحمل أبعادا وآثارا هي أكثر بكثير من كونه مجلس تنسيقي على المستوى الاقتصادي فقط، باعتبار أن الاقتصاد المتنامي والحيوي هو الانعكاس لاستقرار سياسي وأمني واجتماعي، وهو ما نتطلع ونسمو إليه جميعا من خلال هذه الفعاليات. وعن الجانب الاقتصادي، من المؤكد أن الاجتماع سيتناول العديد من الاقتراحات والمبادرات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي نتطلع بأن يكون لها انعكاسات سواء مباشرة أو غير مباشرة على استمرار التحسين المعيشي للمواطنين، وأن تكون هناك دفعة جديدة لأعمال المخرجات عمل المجلس التنسيق من خلال العمل على مشاريع مشتركة متنوعة توفر دخلا على الناتج أو إضافة على الناتج المحلي لكلا المملكتين، وأن تناسق المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يجعل المنطقة كمنصة واسعة تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع التي تستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين وأنظار العالم. نحن أيضا نتطلع إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ذات مردود اقتصادي متميز ترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبدورنا في السلطة التشريعية لن ندخر جهدا في تأطيرها بتشريعات وقوانين تعزز أثرها الإيجابي في التطبيق والنفاذ. إن أهم ما نتحدث عنه اليوم ونحن نتابع تفاصيل انعقاد اجتماعات المجلس التنسيقي هو استمرار الترابط والتكامل بين البلدين الشقيقين، والذي نستشعر من خلاله جميعا أننا فعلا ماضون بثقة وخطوات ثابتة نحو مستقبل زاهر وبوتيرة عمل نموذجية أصبحت دول العالم تستشرف منها التجربة والخبرة، والتي في مقدمتها مبادئ وقيم الأخوة والجيرة والعزيمة والإرادة المتجددة لصناعة كل ما هو في صالح نماء وتطور
بلادنا، فأنا أعتقد أن هذا هو المردود الذي لابد أن نستذكره من خلال هذه الاجتماعات والقمم بإذن الله. نعم سعادة السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.